معانا. يعني ليلى النهارده دينا بتقدم للسينما المصريه فيلم مهم جدا، فيلم مختلف وجريء وحاله مختلفه ومش متكرر خالص. بقول لها مبروك، ومبروك لاسره الفيلم، وان شاء الله الجمهور كله يستمتع بيه. اكيد ان شاء الله، وانا سعيده بدعمك ووجودك وتواجدك في الافلام، من الفلسطينيه للمصريه لكل الافلام. انت فعلا بتحبي السيما. ده حقيقي بحب السيما، وبحب كل اللي بيحبوا السيما. وعايزة اقول لك كمان، الناس كلها قالت لي ان كنت زي القمر بالفستان الاسود، قالوا لي ليلى بقت قمر وخاسة ومحلوة، والنهارده زيادة الحلاوة. والله انا الحقيقة الحمد لله الحمد لله. ادعوا لي يا جماعة استمر، عشان انا بخاف اشوفك بقى فيلم مع دينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف فيلم يجمعك مع لولا. بشكرك يا لولا، وهتمنى لك مشاهدة. مبروك لأسرة فيلم عنها. ودايما ليلى بتدعم الأفلام الحلوة، بتدعم صناع السينما الشباب اللي مهتمين.